في 30 يونيو 2013 سقطت جماعة الإخوان الإرهابية، سقطت كحكم مصر بعد ما خرج ملايين المصريين إلى الشارع، أزاحوا الجماعة من المشهد السياسي، أخرجوهم من التاريخ ربما كحكم للبلد بلا عودة. ده الحقيقة كان مشهد عظيم، يمكن العالم كله وقف عنده في ذلك الوقت. بعد ما الإطاحة بمكتب إرشاد الجماعة الإرهابية حصل، كان هدف الجماعة ربما وما زال هو، أو يعني ربما هذا ما اكتشفناه في السنوات القليلة الماضية، فكرة التمكين من مفاصل الدولة، محاولات اختراق مؤسسات الدولة، التشكيك الدائم وزعزعة الثقة بين المواطن وبين كل مؤسسات الدولة، فكرة نشر السلبية طول الوقت، الصورة السوداء القاتمة، مفيش أمل، مفيش حاجة كويسة بتحصل، كل حاجة غلط وكل حاجة وحشة. ونرجع في الآخر الحقيقة في أوقات كثيرة جدا بنكتشف أنه الكثير ممن يحاولون ترويجه خصوصا ما بيننا في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي هي بالفعل صناعة إخوانية بحتة. الحقيقة أنه في ناس كثيرة كمان ربطوا بين حقيقة تلك الجماعة الإرهابية وفكرة إنشائها منذ التأسيس وماسونية الجماعة، أو قال لك ما هي ماسونية، العلاقة بين ماسونية الجماعة، وماذا عن العقيدة الخاصة بهم، ماذا عن الفلسفة الخاصة بهم. خلونا نتكلم أكتر عن هذا الموضوع، وحنعرف مع حضراتكم خلال هذا الحوار إحنا ليه بنتكلم النهاردة عن جماعة الإخوان الإرهابية، لماذا نصمم أن نذكر أنفسنا وإياكم بحقيقة الإخوان والكثير من الجماعات الأخرى المنبثقة من تحت مظلة الإخوان، نفس الفكر، نفس التكفير لكل من هو لا ينتمي إلى فكرهم وعقيدتهم وفلسفتهم. خلينا ناخد أو نرحب بضيفنا الكريم اللي منورنا، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. أهلا بيك يا فندم. أهلا أستاذ أحمد. منورنا. منور يا فندم. في ناس كتيرة قوي بتقول لك إحنا كده خلاص خلصنا من الإخوان والحمد لله وخلاص وشلناهم من الحكم، وبعد ما اكتشفنا حقيقتهم السوداء وإن هم لا الفكرة الدين ولا الفكرة عندهم قال الله وقال الرسول. وبعدين يجي ناس تانية كده ربما أكثر يعني دراية بالأمور يقول لك طول الوقت لازم تفتكر جرائم الإخوان، لأنك لما تفتكرها تقدر تشوف صورة كاملة كبيرة قوي لها علاقة بتنظيم دولي، مش بس بجماعة إرهابية حكمت مصر لمدة سنة. لما تبقى عايز تتكلم أكثر عن تفاصيل هذه الجماعة وهذا التنظيم، تبدأ منين؟ تبدأ من تاريخ إنشاء الجماعة، من حسن البنا، تبدأ من فكر سيد قطب، تبدأ من مرشد الجماعة، تبدأ من فين يا فندم؟ نبدأ من والد حسن البنا وجد حسن البنا علشان نبقى فاهمين مين دول، ونقف خلي بال حضرتك في كلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيقول فيها نحن نحارب أخطر تنظيم سري في العالم. والكوتيشن ده، العبارة دي، أتصور أنه مش مقصود بها الإخوان المسلمين، أتصور أنه مش مقصود بها الإخوان المسلمين، لكن أتصور المقصود بها من خلف الإخوان المسلمين. ويمكن لو نفتكر السنة بتاعت المعزول مرسي، قال كلمة، مصطلح مهم قوي، قال مصطلح مهم قوي هيربط ده بتأسيس الجماعة وباللي حصل ساعتها. قال سنعيد المجد إلى البنائين العظام. من هم البناؤون؟ من هم البناؤون؟ الماسون هم البناؤون، يعني التفسير أو الترجمة اللغوية الحرفية للماسون هم البناؤون. البناؤون يعني فعليا اللي بيبني، يعني جاية منين؟ ده تصورهم، الطائفة اللي هم بيحاولوا ينسبوا نفسهم لسلالة سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم، إن هم ممتدين إلى هذه الأصول، وإن هذه الطائفة الناجية، وإن هذه الطائفة اللي تستحق، وهو أخطر تنظيم سري بالفعل على مستوى العالم. والتنظيم ده قواعده ان هو ينشئ حكومة عالمية، بيعقد مؤتمرات بصورة غير منتظمة في مدينة بيلدربرج، وفي المؤتمرات دي بتتجمع الشخصيات العالمية وبتتجمع المنظمات العالمية اللي بتدين بالولاء للماسونية،
وبيرسموا سياسات العالم وبيرسموا أدوات التلاعب في العالم لتحقيق الأهداف. يمكن حضرتك كنت بتذيعي حاجة عن البقرة الحمراء قبل الفقرة دي. هم هدفهم في النهاية الارتباط الوثيق بالصهيونية اليهودية، مش اليهودية، الصهيونية، اليهودية. وهدفهم تحقيق الحلم اللي هم بيتملكهم أن تستقر الأمور وتتحقق مصالح هذا الكيان المغتصب للأرض الفلسطينية والمحتل للأراضي الفلسطينية. فلسطين هي الدولة الوحيدة في العالم المحتلة حتى هذا التوقيت، والعالم كله لا يستطيع التصدي لهذه المؤامرة الكبرى اللي بتحصل على الأراضي الفلسطينية. الكلمة اللي قالها المعزول مرسي والعبارة اللي قالها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن بيعكسوا شوية مصر، الحرب اللي هي فيها النهاردة دي حرب مع ايه ومع مين، علشان نبقى فاهمين. الماسونية العالمية اخترقت كل المجتمعات اللي بتهدف الى تمزيقها والى تفتيتها علشان تقدر في النهاية تحقق مصالح الدول والكيانات اللي هي بتنتمي ليها. مفيش مانع ان تحصل ثورات، مفيش مانع ان تتفتت امبراطوريات، مفيش مانع ان تنهار دول، مفيش مانع ان تبات شعوب في سبيل النهاية ان هم يحققوا المصلحة اللي هم بيخططوا ليها في المؤتمرات اللي بتنعقد في مدينة بيلدربرج. لما نبتدي نرجع نشوف الجماعة، والد حسن البنا اسمه أحمد عبد الرحمن محمد، مغربي الأصل، يهودي، جاء إلى الدولة المصرية واستقر مع أبوه اللي هو أول حد من العيلة جه، واستقر في مدينة المحمودية في محافظة البحيرة. والد حسن اشتغل في المهنة اللي هم كانوا بيشتغلوا فيها في المغرب، وهي مهنة معروف ان كل يهود المغرب بيشتغلوا فيها، مهنة اصلاح الساعات او الريبيرنج بتاع الساعات. بعديها طلب ان تقدم بطلب وبقى مأزوم في المنطقة اللي هم فيها، وكان بيربي ولاده. وبعدين مأزون ازاي وهو يهودي؟ مأزون شرعي اسلامي؟ لا، ما هو تحول الى ديانة الاسلامية، اسلم. ده جده جده ولا والده؟ الأب. والد حسن. على طول. وابتدى، وهي عيلة على فكرة تاريخها غير معروف، يعني حتى اللي بيحاولوا يدققوا في التاريخ وفي القدوم إلى جمهورية مصر العربية وإلى بدايات الأولى ليها بدايات غامضة جدا ما حدش قادر يقف عليها. طب أنا بس هنا عندي سؤال يا أستاذ أحمد قبل ما تكمل بعد إذنك. طب حسن البنا، حضرتك قلت اسم والده الثلاثي ما كانش فيه البنا، هل فعلا بقى كده صح اللي احنا يعني اللي بيتقال إنه الأوراق الثبوتية حتى الحسن البنا ما فيهاش اصلا، ما فيهاش اسم العائله البنا، وبالتالي انه ده فعلا البنا من البنائين زي ما انت حضرتك ذكرت في البدايه له علاقه بالماسونيه؟ الكلام ده بجد فعلا؟ ده ايوه، ده كتب فيه وافاض فيه كاتبنا العبقري عباس العقاد، واوضح كل الحقائق دي. وعباس العقاد شن حرب، يمكن يكون كان من اوائل المنتبهين لخطر هذا التنظيم الإرهابي، ووصفهم بالجماعة الإجرامية، وشبه حسن البنا بأن هو الخط بتاع الصعيد، أشبه بخط الصعيد اللي بيقود عصابة، وقال إن هي عصابة لا تهدف إلا تفتيت الوطن. هقول لحضرتك حاجتين مميزين طول تاريخ هذه العصابة الإجرامية أو هذا التنظيم الإرهابي. ممكن سؤال تاني قبل الحاجتين المميزين لهذه العصابة؟ أقولهم لك بس. طيب. هذا التنظيم الإرهابي وقتما كانت مصر محتلة لم يعلن موقفا واضحا من المحتل، ولم يعلن موقفا واضحا من القضية الأم اللي هي قضية الصراع العربي الفلسطيني. ودائما أبدا عندما تشتد الأزمات في هذه القضية يبتعد كثيرا، بل بيحاول أنه يفجر الأزمات علشان يلهي البصر أو يوجه الأنظار بعيدا عن حتمية الوصول إلى حلول حقيقية لهذه القضية. أمال قبل السؤال برضو التاني، أمال على القدس رايحين شهداء بالملايين إيه؟ ده المتاجرة السياسية و
الطريقة المعتادة عندهم في التدليس على الوعي العام وفي المتاجرة بالشباب بتاعهم وفي رفع الشعارات الدينية اللي بيتمكنوا من خلالها من تجنيد الشباب والضحك على عقولهم. وبدل ما يبعتوا الشباب تروح تحارب في القدس بعتوهم سوريا يقتلوا في الشعب السوري ويرفعوا سلاح في